السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع بتاع دلوقتي يا جماعة عن نقل الفنانة نجوى فؤاد للمستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية وبتموت لا حول ولا قوة إلا بالله في المستشفى، وحالتها الصحية متدهورة أو الحالة دخلت مرحلة الخطر. هقول لكم شوية تفاصيل بعد نقلها المستشفى وبعد ما طلعت أخبار إن هي في غرفة الرعاية وفاقدة النطق وفاقدة كمان الحركة. هقول لكم كل التفاصيل عن موضوع نقلها للمستشفى. كمان أتكلم معاكم النهاردة عن موضوع انا ما كنتش عايزه اتكلم عنه، بس هدفي الاول والاخير ان انا اتكلم عن الموضوع ده، التوعيه ثم التوعيه ثم التوعيه. قولوا من هنا لبكره التوعيه يا جماعه. بصوا يا جماعه، عشان الناس تحذر وتخلي بالها والشباب تخلي بالها ان هي ممكن تقع في حاجه زي كده. هتكلم معاكم النهارده عن الشاب بتاع شبرا يا جماعه، الشاب اللي توفى هناك او اللي تم التخلص منه بطريقه بشعه في لايف عشان ياخد 5 مليون جنيه، او حد عمل فيه كده علشان ياخد 5 مليون جنيه. اقول لكم تفاصيل الخبر، اقول لكم كل التفاصيل، بس طبعا وانا بحكي احاول احافظ قوي 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 على الناس برضو اللي بتبقى ما بتحبش تسمع تفاصيل مفجعه، لان الجريمه كلها جماعه او الواقع كلها مفجعه. يعني انا عدى عليا يعني سمعت عن جرائم ووقائع اغرب من الخيال، لكن الجريمه دي ما عدتش عليا قبل كده، هي دي فعلا اللي فريده من نوعها. هقول لكم كل التفاصيل والموضوع بالظبط، بس برضو زي ما قلت لكم لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق في القناه، وان شاء الله الناس اللي مش عايزه تسمع تفاصيل صعبه انا هحاول افهمها لكم بسلاسه. بصوا يا جماعه، هبتدي معاكم باول موضوع، موضوع نقل الفنانه نجوى كرم للمستشفى بعد تعرضها لوعكه صحيه، وبعد كمان ما قالوا ان هي فاقده النطق وكمان داخل غرفه الرعايه المركزه. اقول لكم شويه تفاصيل. اصيبت الفنانه المصريه بازمه صحيه مفاجئه، نقلت على اسرائيل احد المستشفيات، وذلك خلال الساعات الاولى من صباح اليوم السبت. بعد دخول نجوى فؤاد المستشفى قرر الاطباء اجراء عدد من الفحوصات الطبيه بشكل سريع لها، واوضحت بعض المصادر بالمستشفى انها تخضع لرعايه طبيه مكثفه حاليا خلال تصريحات صحفيه. كشفت المصادر على ان نجوى فؤاد دخلت المستشفى بسبب اصابتها بارتفاع في ضغط الدم، وقد تم اعطائها الادويه اللازمه وجاري اجراء عدد من الفحوصات لها. تعد هذه هي المره الثانيه التي يتم خلالها نقل نجوى فؤاد الى المستشفى خلال اقل من شهر، حيث كانت ازمتها الصحيه الاولى خلال شهرين ماضيين ونقلت اسرها على الى المستشفى. يعني كانت نجوى فؤاد قد كشفت عن بعض تفاصيل حياتها الشخصيه، موضحه انها تندم حاليا على عدد من قراراتها اللي هي خدتها في حياتها. يعني اقول لكم بس الاول الموضوع اللي انا بتكلم فيه. نقلت الفنانة المصرية نجوى فؤاد إلى أحد المستشفيات في الساعات الأولى من صباح يوم السبت، وهم هناك بيعملوا لها الفحوصات اللازمة وتم إعطائها الأدوية اللازمة التي تحتاج لها حالتها الصحية، ومن المنتظر أن يتم مراقبتها خلال 24 ساعة القادمة والاطمئنان على صحتها بشكل كامل. بصوا يا جماعة، هي فجأة تعبت، ضغط الدم بيقولوا ارتفع، وتم نقلها المستشفى في حالة صعبة، وأول ما راحت هناك دخلت غرفة الرعاية المركزة وهم بيعملوا لها أشعة وفحوصات عشان يطمنوا على حالتها الصحيه. بس المصادر الخاصه بتقول ان هي لا حول ولا قوه الا بالله بين الحياه والموت في غرفه الرعايه، وفاقده النطق وفاقده كمان الوعي، وما بتتكلمش وما بتتحركش، وحالتها صعبه جدا. اتمنى من كل الناس اللي بتشوفني تدعي لها، ايا كان بقى انت بتحب الشخص ده او ما بتحبوش يا جماعه، الدعاء لا حول ولا قوه الا بالله بيبقى صدقه. بس الموضوع اللي بعد كده، موضوع شاب شبر او طفل شبرا اللي تم التخلص منه في لايف علشان او يعني اللي عمل فيه كده عمل عشان كان هياخد 5 مليون جنيه. الموضوع او ايه اللي حصل، بصوا انا هقول لكم التفاصيل زي ما مكتوبه، وبعد كده هقول لكم او احكي لكم زي ما انا بقى ايه بفهم. فاهمين يا جماعه؟ الواقعه التي هزت مصر جرت في عزبة عثمان التابعة لمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث ألقت النيابة العامة القبض على المتهم بالتخلص من طفل، وأوضحت أنه ارتكب الجريمة بإعاز من شخص آخر. كشفت النيابة أنه اعترف أيضا بتوريطه. أما المجني عليه فيدعى أحمد محمد سعد ويبلغ من العمر 15 سنة، وقد تم العثور عليه في أحد الشقق السكنية، وقد انتزعت أجزاء من جثته. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. بعد أن أوقفت الشرطة المتهم اعترف بارتكاب الجريمة، وذلك بطلب من مصري مقيم بدولة الكويت تعرف عليه من خلال إحدى مواقع التواصل الاجتماعي. هو اللي قال له اعمل كده وصور فيديو، لو عملت كده هديك 5 مليون، حاجة زي كده يعني.
بصوا يا جماعه، انا هحكي لكم بقى عشان الكلام اساسا كتير قوي وفي ناس ممكن تتوه مني وكده. يعني بصوا، احمد ساكن في شبرا، احمد ده المجني عليه، طارق الجاني، محمد اللي هو سلط او حرض طارق ان هو يعمل كده في احمد. ايه القصه؟ احمد يا جماعه عنده 15 سنه، مصاحب شاب كده عاطل في شبرا الخيمه اسمه طارق، كان بيروح يقعد معاه ومش عارف ايه، ومصاحبين وصحاب يعني اكتر من الاخوات. فطارق ده هو عاطل ومبيشتغلش ومعوش فلوس حاجه زي كده، وظروفه الماديه مش حلوه. فطارق ده بيقعد على النت والكلام ده كله، اتعرف على واحد عايش في الكويت برضو تحت السن، عنده 16 سنه، محمد اللي اسمه محمد اللي في الكويت. محمد اللي في الكويت ده اتصاحب على طارق وقال له، طارق قال له انا ظروفي تعبانه ومش عارف ايه وحالتي صعبه والكلام ده كله، قال له بقول لك ايه، ما انا ممكن اخليك تعمل حاجه واديك 5 مليون جنيه. قال له طب ايه هي الحاجه دي؟ قال له بص، هتجيب طفل او شاب وتتخلص منه، واحد هتعمل واحد اتنين تلاته، وتصور لي لايف وانت بتعمل كده وتبعت لي الفيديو، والفيديو ده انا هبيعه حاجة اسمها الدارك ويب، وهناك بياخدوا الفيديوهات دي ويشتروها بمبالغ كبيرة، وانا هديك 5 مليون جنيه. طارق زي ما قلت لكم شاب عاطل ملوش شغلانه، فقرر ان هو ياخد صاحبه اللي اسمه احمد ده ويعمل فيه كده. خدوا الشقه السكنيه اللي في شبرا الخيمه وفتح لايف زي ما قلت لكم، وتخلص منه بطريقه يعني هو تخلص منه لدرجه ان هو خد منه اجزاء من جسمه كده، يعني مش عايزه اوضح عشان الناس برضو اللي بتخاف. فانا برضو عامله يا جماعه الفيديو ده اولا واخيرا للتوعيه، للتوعيه يا جماعه كل واحد، انا عامله القصه دي كلها عشان اوعي الناس. فقال له اعمل واحد اتنين تلاتة وطلع اجزاء منه والكلام ده كله، وصور ومش عارف ايه، وابعت لي الفيديو، لما تبعت لي الفيديو ده انا ابعت لك 5 مليون جنيه. عمل كده، وبعد ما خلص قال له انا خلصت اهو بقى وعملت كل اللي انت قلته عليه في احمد، ابعت لي بقى ال5 مليون. قال له لا، هات واحد تاني واعمل فيه نفس اللي عملته علشان ابعت لك ايه الفلوس. طارق احمد طبعا اتغيب عن البيت اسبوع، عمالين يدوروا عليه. طب هو كان بيمشي مع مين؟ كان بيمشي مع طارق. كاميرات المراقبه رصداه وهو سوبر ماركت قدام الشقه بتاعته او العماره بتاعته، رصداه وهو واخد احمد وداخل الشقه، وبعد كده هو خرج لوحده واحمد اختفى. فعشان كده الجريمه اتكشفت. اما جابوا بقى طارق وقالوا له انت ليه عملت في احمد اللي هو صديق عمرك كده، اللي هو عيل عنده 15 سنه، عملت فيه كده ليه؟ وتخلصت منه بالطريقه البشعه دي ليه؟ ده مش تخلص منه كده وخلاص، زي ما قلت لكم طلع حاجات منه لا حول ولا قوه الا بالله. فقال لهم اصل انا اتعرفت على واحد اسمه كذا كذا في الكويت اسمه محمد، وهو اللي قال لي لو عملت كده وعملت فيديو وبعته لي مش عارف ايه، وانا هبعته لمواقع معينه بتشتريه مش عارف ايه وبيدوني فلوس، انا هبعت لك ال5 مليون وانا عملت كده عشان هو قال لي كده. طبعا اللي في الكويت جابوه الانتربول الدولي، طبعا جابوه هو والده. لما جابوه بقى كارثه، ابوه بيقول انا معرفش ابني عامل ايه او انا مش عارف في ايه. لما واجه ابوه الوضع اتعرف، لكن ابوه قال انا معرفش اي حاجه، وفعلا ابوه كان يعرف يطلع، ابوه ما كانش عارف اي حاجه عن الموضوع، ابوه ما كانش يعرف ابنه بيعمل ايه. ده دي بقى الوكسه الكبيره، ان احنا قاعدين وسايبين عيالنا على الانترنت من غير رقابه. قال لهم انا معرفش اي حاجه، الوضع اعترف بكل حاجه وقال اه انا اللي قلت له اعمل كده عشان اخد الفيديو كذا كذا واعمله كذا كذا واوديه كذا كذا وهيدوني فلوس واديله مش عارف ايه. وقال لهم ايه؟ كارثه، دي مش اول واحد اعمل معاه كده، يعني اليومين اللي جايين هنسمع عن بلاوي. لسه طبعا خدوا منه التليفونات واللابتوب والحاجات الالكترونيه اللي معاه علشان يعرفوا الاشخاص اللي عملوا كده مين ويمسكوهم. قال لهم انا مش اول مره اعمل مع حد كده، دي المره يعني عملت كده كذا مره ودي المره الوحيده اللي اتمسكت فيها. عنده 16 سنه واللي مات عنده 15 سنه والجاني عنده 22 سنه.
انا بحكي والله العظيم يا جماعه، انا ما ورد عليا قبل كده وقعه زي دي، ولا عمري سمعت عن وقعه زي دي، ان حد يعمل في حد كده ويصوروا فيديو ويبعتوا لحد يشتريه ويدلو. ما سمعتش، سمعته قبل كده؟ لو سمعته قولولي في التعليقات، لان بجد بجد من امبارح وانا عامله كده مش مصدقه اي حاجه، وبجد من امبارح وانا خايفه ادي عيالي التليفون. انت شفت الموضوع وصل معايا لايه؟ خلي بالكم من اولادكم يا جماعه، ما تخليهمش يقعدوا. النت فيه حاجات مفيده كتير جدا، ومواقع كتير قوي مفيده، منها بنتعلم، بنجيب دروس من عليها لاولادنا. انا اولادي بيتعلموا عليه دروس، بيجيبوا عربي وانجليزي وفرنساوي ويتعلموا من عليه. لكن برضو زي ما في النافع في الضار، خلي بالكم يا جماعة، والواحد برضو ما يسيبش الحبل كده السايب في السايب، ويخلي باله من كل حاجة ولاده بتعمله. ولازم يبقى في رقابة على الأطفال، 15 و16 سنة دول أطفال، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا حاولت أفهمكم الموضوع بدماغي زي ما فهمته، ويا رب أكون فهمته لكم بسلاسة. أتمنى منكم لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق في القناة. وزي ما قلت لكم، الهدف الأول من الأخير والأخير من إن أنا أعرض وقعة زي دي التوعية يا جماعة. أنا بوعي أي حد يقع في الواقعة دي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإحنا زي ما قلت لكم في علامات القيامة، واللي إحنا بنشوفه ده لا حول ولا قوة إلا بالله.